أنا حبيت أجي لفخامة الرئيس، وخاصة بعد الرحلة اللي عملتها لعدة دول عربية، لحتى أقول لفخامة الرئيس إنه الأجواء، يعني سبب الرحلات هي استرجاع علاقة لبنان بهالدول اللي كنا غايبين عنها كتير، وأيضا كمان خاصة بزيارة الأخيرة بفرنسا، كمان يعني كان في تحمس لأنه يصير في حكومة، و يعني خارطة الطريق اللي حاططها الرئيس الفرنسي، وأيضا اللي كنا واقفين عليها بقصر صنوبر لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وإعادة إعمار مرفأ بيروت، كله جاهز. اليوم المشكل إنه الحديث هلا ما دام ما في حكومة من الأخصائيين، من الأشخاص اللي مش تابعين لأحزاب سياسية، ما فينا نقوم بهذه المهمة. وإذا كان حدا نفكر إنه هذه الحكومة إذا كان فيها أعضاء سياسيين إنه المجتمع الدولي حينفتح علينا ولا حيعطينا مثل ما نحن بدنا، نحن غلطانين، أو أي واحد بفكر بهالمنطقة بيكون غلطان. الفكرة الأساسية إنه يكون في عندك حكومة فيها وزراء أخصائيين منهم ما بيستفزوا أي فريق سياسي، وبيشتغلوا فقط للمشروع اللي مقدم قدامه. تشاورت مع فخامة الرئيس وحكمل تشاور، ما في تقدم، ولكن شرحت له قديش الفرصة الذهبية اللي نحن عدنا إياها ويجب علينا إسراع لحتى تشكيل هذه الحكومة، وكل فريق سياسي بيتحمل مسؤولية مواقفه من يوم وطالع. وشكراً.